السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو. سبق قبل كده وكنت عملت حلقة مجمعة، عملت فيها فتح صندوق او انبوكسنج يعني لعدد من المنتجات. كان واحد بقى من المنتجات ديت او يعني ألذ منتج من المنتجات دي وكان اكتر منتج كيوت كده هو طبعا الروبوت اليك. الروبوت ده يا جماعة طبعا انا فاهم اكيد دي الحلقة المنتظرة وكله كان اكيد مستني مراجعة المنتج ده. انا عايز اقول لكم خلاص النهاردة ان شاء الله تبقى المراجعة الكاملة للمنتج ده. طبعا لو انت عايز تعرف ايه اللي كانت جوه محتويات العلبة ديت يعني او الانبوكسنج بتاع الروبوت هتلاقيها طبعا في الحلقة المجمعة زلكم الاي اللي فوق دي، تقدر تخش عليها وتشوفوا طبعا ايه كانت محتويات العلبه دي كلها. النهارده هتبقى مراجعه كامله بس الروبوت، هنشوف كده الروبوت ده بيقدم لي ايه او ايه الحركات او الخصائص اللي بيعملها يعني. فكده اكتر في حد النهارده ان شاء الله. بس لو انت استفدت مني حاجه ما تدخلش عليها بلايك، كومنت جميل زيك كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس ويلا بينا يا شباب. طب يا جماعه رجعنا طلاب بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب زي ما شايفين كده ادي شكل الروبوت اهوت يا جماعه من قدام. طبعا هنا من قدام هنا في كلمه اليك، وهنا الفتحه دي كده فتحه مايك، وده هنا زرار اللي هو التشغيل واللي يعني تشغل الروبوت نفسه وتقفله يعني. وفوق من ورا هنا كده برضو ده هنا كده سنسور، ودي هنا شاشه، وفي من ورا هنا كده زي سبيكر، وفي من ورا برضو هنا ايش مجموعه سنسورات كده وحاجات سنسورات. وهنا طبعا ده اللي هو المدخل الشحن بتاعه اللي هو يو اس بي تايب سي. وهنا الجزء ده كده لو انت عايز توصله بيه روبوت تاني ممكن تجيب اتنين روبوت يعني وتوصلهم ببعض هنا كده ويتفاعلوا مع بعض. طيب ادي كده شكل الروبوت اهو بصفه عامه يعني. طب زر التشغيل بتاعه طبعا زي ما قلنا الزر ده، نضغط ضغطه طويله كده نقول بسم الله وكده بدا يشتغل معانا اهوت. طبعا هو مجرد ما بتشغله هو يعني بيبدا مع نفسه كده يقعد يعمل بقى حركات ومش عارف ايه وبتاعه ويقعد يلعب مع نفسه والكلام ده كله. طيب انت بقى ممكن اصلا يعني تلعب انت معاه ازاي؟ هو الكتاب او الكتالوج اللي جاي معاه بيقول لك انت مثلا لو جيت على الجزء اللي هو اللي فوق هنا ده كده اللي هو الازرق ده، لو انت جيت مثلا وقعدت يعني مسحت كده على راسه كده اهوت. اه بصوا يا جماعه بصوا هيفتح ازاي، هو فرحان انت هنا زي عارف ايه بس لما كل حكايه بتلعب له في راسه وبتلعب له في شعره مثلا. اه بصوا بصوا مبسوط ازاي وبيرقص وبتاع وكده. في برده كده من عند بطنه برده لو لعبت كده عند بطنه بصوا جابوا طبعا ايه يعني هو فرح وجاب حاجه ليها علاقه بالاكل طبعا بتلعب له في بطنه وكده فحاجه ليها علاقه بالاكل يعني. بصوا لو لعبنا تاني عند بطنه مثلا هنا كده هو جاب برده كده هو فراخ او لحمه حاجه زي كده برده حاجه ليها علاقه بالاكل وكده يعني. في برضو كده بقى من ورا كده لو قعدت لعبت انت مثلا فيه من ظهره كده من ورا هتلاقيه فرحان اهوت. هو باعت يعني صندوق كده فيه هدايا وبتاع ايه او فيه قلوب يعني ان هو بيحبني وبتاع، ممكن لو جربنا تاني مثلا اهوت تمام بيديني دايموند بقى ومجوهراته كده. في برضك حاجه كده لو انت عايزه بقى يعني يخاف او يترعب انت مثلا ايه عارف اكنه هيترمى من حته عاليه مثلا يعني لو شلته قعدت تعمل كده تهزه كده. ابص يا جماعه ان هو خايف يعني وزعلان وكده يعني. ماشي خلاص خلاص يا حبيبي ما تزعلش. طبعا هو في حاجات تانية كمان اكتر كمان بس في بقى العاب انت كمان ممكن تلعبها معاه فيها. طيب هنا كده لو ضغطنا على اول ضغطه هنا كده هنا طبعا بيجيب لي شكل قلب بس ما فيش فيها حاجه يعني هنا ايه زي البدايه بس كده ان هو بيحبني يعني او كده يعني. طيب لو ضغطنا ضغطه تانية كده وجبنا اللي بعدها ومشينا على ايدينا بس راسنا من فوق كده كده احنا اخترنا اللعبه دي. اللعبه دي عباره عن ايه؟ هو هنا بيجيب لي يعني تو بوكس او حاجتين وانا اختار ليفت ولا رايت فهقول له مثلا ليفت واشوف مثلا انا هكسب ولا هتطلع فاضيه؟ لا انا هنا كسبت اهو تمام؟ هيبدا برده يجيب لي حاجتين اهوت ويقول لي ليفت ولا رايت؟ اه ليفت اور رايت فهنختار مثلا الرايت. يا دي طلعت فاضيه انا خسرت ماشي؟ فنفس الفكره برده ممكن بقى نرجع ونشوف مثلا لعبه ثانيه. اللعبه دي مثلا لو ضغطت عليها هنا كده انا هنا مجرد ما بتكلم وكده هو بياخد الكلام بتاعي وبناء عليه بيعمل موسيقى مثلا او رقص او حاجه. انا مثلا هبطل كلام اهوت. اه بصوا يا جماعه طبعا انا هنا لا بس كده طبعا انا هنا لو عملت يعني لو طلعت بره ودخلت عليها تاني مثلا وعملت يعني موسيقى تانية او كلام تاني او حاجه تانية هيديك ريتم تاني يعني. مثلا لو جربنا مثلا نسقف كده او نعمل مثلا بايدينا كده بصوا مثلا هو هيعمل موسيقى حالا تانية دلوقتي. اه بصوا هي الفكره ان انت بقى بناء على كلامك وكده هو بيعمل لك موسيقى يعني او بيرقص عليها. طيب هنا مثلا الحاجه دي هنا طبعا دي كده بياخد كلامي وبيقلده يعني مثلا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. لا بص احنا قلنا عشان ممكن يكون ما سمعناش. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. طيب ده برده كان ميكروفون احنا ممكن بقى نطلع بره منه من هنا كده. خش على اللعبه اللي بعدها.
في هنا دي كده، دي هنا زي بسطات بقى الوحوش وكده. طبعا هنا بيجيب لي كذا سلاح، شوف السلاح اللي عايز اختاره، هختار مثلا السلاح ده مثلا، هو هيبدأ يصوب عليه وانا اضغط هنا كده، جاي ايه نموته يعني اهوت اهوت. دي ما جاتش، دي ما جاتش، دي جت اهيت، تمام. فبصراحة يعني لعبة مسلية جدا. طيب نطلع مثلا نشوف اللعبة اللي بعدها. هنا بقى دي انك يعني تصطاد سمك وكده، يعني انت اعمل كده، انا هرمي الصنارة، المفروض ان هو هيصطاد سمك دلوقتي، كان المفروض انا تمام بلف معايا يمين تقريبا او اروح يمين حاجه زي كده، هو بيقول لي روح سامي يمين، مش عارف بقى بايدي ولا اعمل ايه. الصد ايه ده الصد، اوصل حاجه يعني. المهم انت هنا ايه بتصطاد سمك وكده يعني. فطيب نشوف اللعبه اللي بعدها، دي تقريبا لازم يكون معاك اللي هو الروبوت التاني، يعني يكون معاك روبوت تاني وتوصله معاه كده، بيعملوا مع بعض ايموشنات يعني. بصوا يا جماعه كل ما اعمل هنا بيجي لي ايموشن مختلف، فممكن تبقى بقى ايه انت لو عايز تغير الايموشن هنا، او تبقى ممكن يكون لي علاقه بان انت لو ربطت بيه روبوت تاني يعني. بس عامه هي دي كل وسيله ان هي بتغير في الايموشنز ديت. نشوف اللي بعدها، هنا دي اللي هو بيغني لي ميري كريسمس وكده، هو هنا بيقول لي لو انت عايز اشغلك الاغنيه بتاعت ميري كريسمس اضغط على الهيد، فاضغط على الهيد هنا كده. جنجل بيل هالوين مش عارف ايه بتاعه كده يعني. والاختيار التاني ده اللي هو الباك ده، لو ضغطت على ظهره من هنا كده هو كده هيبدأ يريكورد مثلا، يعني مثلا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكل سنة وانتم طيبين. هو كده اتحفظ خلاص. لو انا عايز اسمع بقى اللي انا قلته حالا ده اضغط على بطنه كده من قدام من هنا. زي ما انتم شفتوا يا جماعه يعني شغال لك الريكورد اللي انا قلته من شويه. طيب نشوف مثلا اللعبه اللي بعدها، هو بقى مليان يا جماعه العاب، وفي العاب كمان يعني بتحتاج ان انت يبقى معاك الروبوت التاني. هنا ده زي منبه، ممكن تخش تعمله منبه مثلا، تعمله تايمر او كده، ممكن طبعا يعني تزود الوقت او تنقصه من هنا. انا يعني كل اهو بص كل ما انزل بايدي بينقص، وكل ما اطلع يزود، وهنا بيزود يعني بال10 او بال20 او كده، يعني في 10 دقائق 20 دقيقه كده يعني، او ممكن انزل مثلا كده، وهنا بالدقائق ذات نفسها دقيقه 2 او 3 يعني. وفي بقى تايمر وفي ريكورد يعني، في حاجه كده قوي يعني بصراحه. هو بصراحه يا جماعه مسلي جدا، وطول ما هو موجود عندي على المكتب بصراحه يعني طول الوقت هو بيقعد يلغيك كده يعني، ما بيبقاش قاعد ساكت، لا بيقعد يعني يلعب مع نفسه كده ويعمل حركات ومش عارف ايه وبتاع، يصطاد سمك، يشرب قهوه، يتعصب، يتخانق، يتضايق يعني. شوف مثلا يعني انا بصراحه ببقى فرحان قوي لما انا بشوفه كده وبيبقى خايف كده وبتاع. فهو بصراحه في حاجات كده جدا. وفي طبعا الايقونه الاخيره نسيت اقول لكم عليها برده، كنت لو دخلت خلاص كده في هنا الضبط، لو كملنا كمان كده في هنا اهو الضبط، ممكن تخش على الضبط بقى هنا كده. انا ممكن بقى هنا يعني تعلي الصوت بتاعه او تعلي البرايتنس بتاعت الشاشه، وممكن يعني ممكن بقى ايه يعني تتحكم فيه اكتر، في حاجات اكتر في الروبوت يعني. فبس شباب ده كان موضوع حلقه النهارده يعني. لو الروبوت عجبك كده واستفدت مني حاجه وكانت الحلقه يعني جميله بالنسبه لك او مسليه، ما تبخلش عليها بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه انت مش مشترك، فاعزر الجرس وبس كده يا شباب. سلام.